أحب أخي. التحقت وداد بمدرستها الجديدة. جلست في حجرة الدرس بجانب مراد. رحبت بها الأستاذة وطلبت منها أن تقدم نفسها ليتعرفها أصدقاؤها وصديقاتها الجدد. قالت وداد: اسمي وداد الإدريسي، سني 6 سنوات، أبي عامل وأمي ممرضة، لي أخ صغير سنه 5 أشهر اسمه محمود، نسكن بحي المسيرة. قضت وداد يومها الأول في المدرسة مسرورة بين زملائها، وعادت في المساء إلى بيتها رفقة أبيها. لما دخلت إلى البيت لم تحضنها أمها ولم تقبلها كعادتها، كانت منشغلة بمحمود تطعمه وتلاعبه. غضبت وداد، ذهبت إلى غرفتها فوجدت مهدا جديدا بجانب سريرها، وعندما فتحت الصوان لتضع وزرتها فيه وجدت أمها قد رتبت ملابس أخيها في نصفه. اشتد غضب وداد وغيرتها فقالت لأمها: ماما، لقد أخذ محمود نصف حجرتي ونصف صواني، ووضعتم لعبه على مكتبي، أخذ محمود كل شيء وأخذ حبك وحب بابا ولم يبقى لي شيء. ضحكت الأم وضمت وداد إلى صدرها بحنان وقبلتها، ثم قالت لها: يا وداد، كنا نحبك أنا وأبوك فقط، أما الآن فنحن الثلاثة نحبك، تعالي قبلي أخاك واسأليه هل يحبك. اقتربت وداد من أخيها وقبلته ثم قالت له: هل تحبني؟ نظر إليها محمود وابتسم وقال: وغ وغ وغ. ضحكت وداد وقالت: أنا أيضا أحبك وأحب أن تشاركني حجرتي وصواني ولعبي. ربت الأب على كتف وداد وقال لها: لقد أصبح لك أخ يؤنسك ويلعب معك، وصرنا أسرة كبيرة، في القريب إن شاء الله سننتقل إلى شقتنا الجديدة وستكون لكل واحد منكما غرفته.